صرخة خطر مسكين يلي الحلم عنده صغير وحتى الكلام بتم وفتر درب العشق درب الأمل درب الحنين ينهي آلام جرح السنة صباح مالك يدي دانا. كيف تعرفت على مازن؟ بالإجازة هاي ولا بالإجازة اللي قبلها؟ لا بالإجازة هاي قبل شهرين. قبل شهرين، حلو. وكيف تعرفت عليه؟ ريما ورامي عرفوه عليه بالديسكو. بالديسكو؟ ايه بالديسكو. بنتي أنا بالديسكو؟ لحظة لحظة، ألو؟ صباح النور، بادية ما؟ ايه بس بصراحة ما توقعتك تردي علي على أساس تركتي البيت، أنا هيك سمعت. طيب أنسة بادية بدك شي؟ قال اختلفتي مع الدكتور سليمان وما بقى تتحملي المشاكل اللي عم تصير معه، خصوصا قصة التحقيق وما تحقيق. أنا مرته، ماني رئيسة القسم ولا زميلته بالتدريس. بعتذر مدام. لا لا تعتذري، لأنه اللي بده يدق الباب بده يسمع الجواب أنسة بادية. بعدين بدكم تفبركوا قصص وتطلعوا اشاعات بيطلع معكم لانكم عصابه، بس بالبيت ما حيطلع معكم ولا شيء. تاني مره اذا بدك تحكي مع الدكتور سليمان لا تدقي على الارضي، عنده موبايل، فهمتي؟ ليش هيك عم يعمل؟ عن جد ليش هيك عم يعمل؟ ليش عم يدشونا دفش يا على السفر برا البلد يا مع الغلط؟ يعني بأوروبا بيشتروا الأفكار مشترى وبيستودوا العقول النيرة، يعني مثل حضرتك شرواك الخير السراج بيعطوه أموال طائلة مو مثل عنا. فيقتك مو؟ معناها ما بتعرفها منيح لأمل. يا سيدي أمل بتفيق من بكير وبتدرس مثل اللي الله خلقها. لك أنا اللي بعرفها لأمل، مشان هيك جاية بكير قلت ندرس المادة سوا من مخمخة. مخمخة تشرف مخمخ. تشرف. سلميلي اشربي هالعصير هلا تتنشطي وبتصيري مثل الفل. شكرا. شو هالدعم هاد؟ شايفة ام مسلم شو بتحبي؟ ما شفت يا الصبح ما فطر الشي. شو شايفتك نازل عليكي عقل الرحمن وعم تدرسي؟ عرقي البابا ما عندي حل تاني، هذا الدكتور نسخة عن الدكتور سليمان بس معدل شوي. دخيلك على هالنسخة. إذا ما رضي يحدد لك عدد صفحات الدراسة ولا بس لأنه حذف لك كم ورقة. شفتي أبوكي؟ هلأ طلع من البيت مو رضيان يحكي مع حدا من مبارح المساء.
افضح حريشك انت وحسام، رح تجننوا. ايه اصلا البابا شكله جاي هلا من العصور الوسطى. ايه اذا مازن ذات نفسه بيروح معي على الديسكو، ليه ما بتتضايقوا منه؟ لانه شاب بده سؤال. بعدين حتى لو ابوك رضي، الجماعة ما بيرضوا تكون خطيبة ابنهم تبع ديسكويات. خطيبة ابنهم؟ شو خلصتوا امتحانات؟ بكرة مادة الدكتور عطيه ونخلص. بابا ساعدني سوي قلعة معك. حاضر يا بابا. أنا ما بساعدني. إيه أنت شطورة أصلاً. طيب شو رأيكم بدل الألعاب نروح سيران على مزرعة خالته مها؟ عن جد؟ ايه طبعا عن جد. بيت جده حيكونوا هنيك؟ طبعا بيت جده حيكونوا هنيك. ندق لهم ولا نعملها مفاجأة؟ مفاجأة. يلا يلا يا بلا، صبوا الألعاب يلا. طفي التلفزيون. الشغل منيح، هذا هو الشغل. رأيي لرغدة انه انا هلا شغلي اداري، وقال هي حابة تفوتني بقصة البورصة والاسهم. قال مستقبل البلد بهي الشغلة، والعقارات ببقى بشتغل فيها من وقت لتاني. بس الظاهر انها شغلة معقدة كتير وما رح تزبط معي بحياتي. يعني بعدك كسلان؟ بدك كل شي يجي لعندك؟ يعني بدك رغدة تضحك علي كمان؟ يا ماما ان شاء الله مفكرتيني انا الفاشل والكسلان. انتي صح عم تدللينا، بس كمان ما عم تديري بالك علينا ولا عم تنتبهي لنا. انا قديش صلي ما طلعت برات البيت، قديش صلي ما سهرت. انتبهتي؟ قلتي لحالك بينك وبين حالك انه هاد الولد مشي حاله؟ يعني طلعت المشكله فيني انا؟ مو انت اللي ما ركزت بجامعتك؟ يا ماما يا ماما، انتي بتعرفي من الاول انه انا ما كان بدي هندسه كهرباء. ايه لانه انت طلع لك طب ونحن منعناك. ما انا كنت حاطط لك لكل ماده بالبكالوريا استاذ، قلت لحالي يلا بتعب شوي بالبكالوريا بس برتاح بالجامعه. ترتاحي ماما؟ ليش انت بشو عم تتعبي؟ هذا اللي كان ناقصني، الاستاذ حسام هو اللي بده يحاسبني. قلك لا تشتغل ولا تدرس، خليك من بار لبار ومن بنت لبنت. مزبوط، خليني هيك صايع ضايع. لك حتى بابا وقت شافني مع الرقاصات ما تضايق، بالعكس خاف على وضعه على سمعته على مركزه. معقول ما نكون خايفين علي انا ابنكم؟ على فكره انا بجوز كون مقادز. ها لك شو صاير للاولاد؟ لسه بيحطوا الحق علي؟ لك بشو مقصره معكم؟ بشو مقصره؟ شوية لبن رايب لأنه عالشوي بيطلعوا طرايا مثل الفستق. مزبوط، شفت أم سعيدة عم تحط له اللبن بس ما عرفت لشو. تعريا بتعرف تعمل كل ما هالدرسانة. أهلين بأحلى عديل، إيشو هالمفاجأة؟ عليم الله تسوى تقلك بهذي عديل. زمان يدين. شو سيران الحلو يا عديل؟ اهلا وسهلا يا عديل. هلا انتوا الاثنين ما في احلى منكم، والله خلي لي اياكم. هلا ما تنسوا تشونا من الفطر اللي جابهم سليمان. ها يلا ابو سعيد، خلصت اللحمات اللي عندك مشان اعطيك السياخ بدالهم؟ انا ما بحب الكذب، بحب كل شيء يكون على المكشوف، وانا حبيت اني استر عليه بس لانه اخذ بنت اخي وقاعده ببيته، وانا قلت له بوشه وينها؟ ما عاد بدي اشوف وشك بنوم. طيب حجي، هلا برايك مو هو اللي بعد الزهران؟ والله يا ابني انا ما بعرف، يعني ما بحط بزمتي. بابا مختار اسطو حكيم لابو كمال اللي بالدبابه، انه المعلم شايفه قايل له انه هو غضبان كثير على مختار وما راح يمرق له هالفصل على خير.
بس لما عرف انه تسكرت الدبابة قال هاي ربنا انتقم منه وقطع له باب رزقه. اوف، كل هالقد شايل عليه للزلمة وهو الغلط راكبه من راسه لساسه. مشان هيك شك فيه مختار، ولما طلب منه الضابط انه يحكي قال ما بده يخبره عن نية صهرك مشان ما يزعلك. شوف يا ابني، معناته اذا انت عم بتشتغل عنا مو تسكت عن حقها، إلك حق حتى لو كان عند ابني لازم تاخذه. انت خيرك حجي. يعني انا هلا ما فهمت هو شو قال لك اخر شيء، لقى له ولا ما لقى له؟ لك ايه، ملاقي له، ملاقي له شغل بالجريده، بس يعني انه لسه مو واضح. لك شو هو الشغل اللي بده اياها تروح مشانه؟ شغل بمعرض الكتاب، هذا بصير بالكليه كل سنه مره. انت سكتي. ايه؟ في مجال تفهمني؟ وحدة بدها تتخرج اعلام، شو بياخذها تشتغل بهيك مكان؟ هلا انا عم بحكي وتناقش انا والبنت، ليش حشرت حالك انت؟ لانه الواحد يا بيشتغل يا ما بيشتغل، انا تبع هي نص نص ما بتزبط معي. ومين قال لك انه نص نص؟ بعدين انت بتفكر انه بيقدر يلعب معي؟ كيف بتفكر فيه بهالطريقة انت؟ انا ما عم فكر فيك انت، عم فكر فيهم هن. هدول اللي ممكن بكل بساطة ياخذوك على البحر ويرجعوك عطشان. بدي اقول لك شغلة، رسمية مو تبع هي الفوتات. ان شاء الله دايما يا كرم. الف صحه وهنا الف. يلا روحوا غسلوا ايديكم، روحوا العبوا يا رب، غسلوا ايديكم قبل. تسلموا يا ابو دايما يا جماعه. شكرا يا عم كرم، والله بياخذوا العقل. تسلموا الايدين. بتعرف شغله، في ورق بتحيرك كثير، يعني بيكون نجاح الطالب واقف على علامه او علامتين، باي الحاله شو بدك تعمل؟ تعرف أبو سائر وقت كنا طلاب الدكتور اللي بيرسب طالب على علامة أو علامتين شو كنا نسميه؟ مجرم محترف. طيب اللي كان راسب عن جدارة بتسموه مجرم هاوي؟ بس طريقتك هي إنه تخلي الوراق الراسبة على علامتين على جنب وبعدين تعيد النظر فيها، هي طريقة كتير مثالية وبتشبه حياتك. ها ها ها، وإنت قلت يا سيدي، في عنا أستاذ بالكلية بتعرف شو بيعمل؟ بيرسب الطالب اللي راسب مرتين. هاي جديدة، كيف بقى؟ كيف؟ كل شيء جاب فوق الأربعين بينزلوا تحت الأربعين مشان الطالب ما يقول لو تساهل الأستاذ كنا نجحنا. هذا هو المجرم المحترف صح؟ شو عديل؟ ما في نار الأرجيلة؟ لعيونك عديل؟ يعني انه هذا اخوك في وزاته ضاربه، اذا بدك تسمعي منه طول عمرك ما رح تشتغلي. بابا بصراحه تامر ما غلط، يعني خلص انا بنتظر، هلا ما في شغل بالجريده، بنتظر لما يصير شغل وبشتغل. طيب مثل ما بدك، بكره الاحد بعد مادتك الساعه 11 بتكوني عند الدكتور سائد بالمكتب. طيب ليش خلص انت مو حكيت معه؟ ليش لروح انا؟ لك بابا شوفي، غير الحكي بتروحي بتعدي انت وياه بتتناقش وبتقولي له شو جاي على بالك تشتغلي، بعدين هو له وجهه نظر بشغل المعارض، يعني يا بتقنعي يا بيقنعي. وتامر بابا متى ما زبطت امورك بتقولي له، ما صار شيء، بعدين انا ابوك مو هو. يعني البنت مرتاحه؟ البنت نفسيتها مو مرتاحة، وحاولنا نعرف شو صاير معها بس ما عرفنا، والشرطة قبل ما تبعتها لعنا عملت شوية تحقيقات معها بس ما وصلت لشي، والبنت بقيت ساكتة. طيب كيف فينا نساعدها؟ في كتير طرق فيك تساعدها فيها، بس أنا ما عرفت أنت كيف عرفتها، وحتى الشرطة ما قالت إنه في حدا أخذها غير الشيخ فتحي الله يجزيه الخير. بصراحة البنت كانت ماشية بالشارع مو ماشية راكدة، وكان في شباب وراها ولاحقينا، ما بعرف بهي الحالة شو بدي أعمل. طالعتها معي بالسيارة وأخذتها على الجامع، والحجي شكراً إلك يا حجي، يعني يمكن لولا كنت رجعتها على الشارع وما عملت شيء. لا يا شو ترجعها على الشارع؟ على كل البنت بدها طبيب نفسي، وأنا بفضل طبيبة نفسية، ويمكن ترتاح شوي إذا جبنا لها الطبيب. بس بحب أقول لك المصاري اللي بعتهم مع الشيخ فتحي جبنا لها فيهم شوية كتب ولبس، وعم نحاول نساعد. الله يجزيكم الخير. والله أحيانا بحسك طفلة يعني.
بس ولادك اكبر منك. غبية يعني؟ لك لا مو قصدي غبية، بس انت يا صباح لازم تفرقي بيني وبين جوزي، انا ماني على الذوق. حتى بعد كل شيء حكيت لك اياه عن تصرفاتهم والمواقف اللي عم بيحطوني فيها قدام الناس. يا صباح انت عم تشجعيهم، عم تشجعيني يعيشوا حياة ازدواجية، وبالتالي عم بيطلعوا صغار، عم بيطلعوا تافهين. رجب انا عم بحكي معك لحتى تساعدني، مو مشان تلومني. انا تعبت من اللوم، انا تعبت من البيت، تعبت من الاولاد، تعبت من جوزي، تعبت من حياتي كلها. لولاك يا حجي ما بعرف شو كنت بدي اعمل. والله يا ابني اللي بيريد الخير من عمله الله بييسر له، مين يسهل له اموره. بس يعني لو متورط واخذها بايدي على الشرطه كانوا ما رح يتركوني بحالي، ورح يعملوني شغلتهم وعملتهم، هي غير الكركبه بالبيت. يمكن الله جعل منك اخ لهالطفله لحتى تساندها وتاخذ بيدها. ولك في رسول الله اسوه حسنه، وهو القائل: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكن رحيما بنفسك. شو قصدك حجي؟ عليك بالزواج، فالزواج يحفظ الشباب من الضياع، ولأن فيه مسؤولية لا بد لك من حملها، فتشغلك وتملأ وقت فراغك. شو صهري؟ عنكم بالعقارات فيك حكي؟ هلا نحن شغلنا بالعقارات ما في مشاكل بنوب، وكل شيء بيصير هو عبارة عن طقة بردي، وبعدين كله بيتفركش أو بيجور عليك زبون بسمسرة أو مصاري. هاي هي شغلنا. بس بالوسط التعليمي في قانون، أما بالعقارات فالقانون باتفاق الطرفين، ومثل ما بتعرف السعر محكوم بالعرض والطلب. ليش في قانون بحالتي عمو؟ شوف عمو، أنا ما نسيتك. صحيح أبو مازن غالي علي ورفيق عمري، بس الأصح هو أنه أنا صف مع صهري جوز بنتي. ليك إذا أنت ناوي تدخل بمتاهات التحقيق وما تتصالحوا، فلازم تعرف أنه هنن حتماً لما أحالوك للتحقيق فغايتهم أنه يعملوا جسر ليوصلوا لمجلس التأديب. مجلس تأديب؟ لا مو معقول. أنا سألت عن هذا الشخص اللي راح يحقق معك بكرة، هو مدير الشؤون القانونية بالجامعة، فغالباً لما بيحطوا هيك شخص بالتحقيق فغايتهم أنهم يوصلوا لنتائج مقررين مسبقاً، وإلا في كتير محققين حياديين ونزيهين، بس هذا الشخص سيارته وبنزيناته والرضا عليه من قبل مدير الجامعة، مشان هيك بيحطوا باللجان يلي بده يسيرها باتجاه المخطط ومحدد إله، وهي لعبة أبو حسام. فهمتني؟ معناتها أنا كل شيء بدي أقوله بالتحقيق بالهوى، يعني اللي بدهم إياه رح يوصلوا له. تماماً، التحقيق شكلي. أكيد هذا هو، كل يوم بيطلع بهالوقت. شلت بيورود والله ماكو فايدة. مساء الخير. أهلين سنور. ما تقولوا مش رقم يا جيران؟ كيفك؟ الحمد لله. ممكن أشوفك بغير هالطريقة؟ عفوا ما فهمت كيف يعني؟ أنتوا الشباب لما تريدون تحاجون بنية ما تاخذون منها موعد؟ طيب بسيطة، أنا رح أعكس الآية وآخذ منك موعد، تقبل؟ بابا أصلا جاهز. نادي له لصباح. روحي. حاضر. شو بدك بصباح؟ نحن ما خلصنا من هالقصة؟ نحن مو مرحلة طلاق؟ خلص ما إلك عندي شيء. بس هي سمعتي يا صباح؟ سمعتي؟
ولما الرغدة بتعرف الصغيرة والكبيرة يعني كأنه أنا ماشي بالظل بين الناس، ما بصير رغدة تعرف شيء. هي حرمة يا صباح، حرمة، حرمة بيوت هي، عم تفهمي؟ رغدة رفيقتي وأنا بحكي لها كل شيء. على كل حال إذا ما عجبك أنت بتعرف جوابي. لا عمى، هي جنة رسمي. لك شو عطالة والناس اللي طلقني؟ وهديك بنتي ما بتطلع من غرفتها، وابني بيروح على شغل جديد وما بيحكي معي. ولك أنا أبو حسام مدير جامعة دمشق، الجامعة كلها على أصابيعي ملعبة، بيتي ما أتحكم فيه. والله مو حالي. حقيقة أنه أنا ما في سيرة أحكي فيها، لأنه مو أنا طلبت أني شوفك، أنت طلبت أنك تشوفيني. صحيح معك حق، أنا جد صادفت وعرفت أشخاص ما فاد يوم طلبت من أحد موعد، بالعكس هم يركضون وراي وما أهتم، فيمكن على المود هيتش. وأشوف الموقف غريب وجديد علي. شوفي لقلك شغلي، أنا أمي أول ما إجت لعندكم حكت لي كل شيء عنك، يعني هي هيك عادتها ما في شيء جديد، وبتصور كمان إنه هي حكت لكم كل شيء عنها. هيك أنا حاس إنه ما في شيء جديد ممكن أعرفه عنك أو حتى أنت تعرفي عني. ممكن، بس أنا تشنت جاي أحكي وياك، ما أعرف ليش. طيب أنا عندي حل، أنا كل يوم المساء بروح بقعد بكافينات بفتح تشات، إذا بتحبي بعطيكي إيميلي وممكن نعمل تشات أنا وياكي وبتحكي اللي حابة تحكي. زين. طيب أنا لازم أمشي لأنه عندي شغل. ماشي، ما رح أعطلك أكثر من هيك، أعطيني العنوان. أي نقلم معك موبايل؟ أعطيني سجل لك إياه على الموبايل. أخي أنا قلت اللي صار، لا زيادة ولا نقصان. أنا أصلاً أبو كمال ما بدي غير هيك. بتعرف مختار إذا طلع معلمنا ورا القصة والحج مو هامه، بتعرف شو بدي اسوي له؟ شو بدك تساوي له؟ قسما بالله لبلبس عيونه. لك انت شو قصتك ابو سعود؟ شو بدك تقتل ابو حسام وشي المعلم؟ ما عندك مشاكل انت؟ عندي بس انا بضيع على كيفك بعجبك. انا بعرفك مجرب. اي والله بضيع ابو سعود والله. الرشوه زريعه، حمله مكافحه الفساد تبدا بازاله اي عرق اخضر بالجامعه الى نهايه وتر بدمشق. الضغط الدراسي كان جاي على بالي، كفي نومي مقدم الماده اليوم. والله يا أمونة عن جد يعني الحق يقال، أنت أكثر وحدة تعبتي فينا وأكثر وحدة درستي وقريتي، وكل كلمة كتبتيها بهالامتحان كانت هيك من عرق جبيني. شو أستاذ أمجاد، نحن هنا هلا عم نمدحك، بعد شوي ما بتعرف شو بيصير. ها أنت قلتها، مدح مو غزل، ولا عيب الواحد يحكي الحقيقة. يا أخي مثل ما بدك، الحقيقة الحقيقة. أنا داخلي من اللي عم نشربه، تشربوا شي غيره؟ إذا أمريكية أنا بشرب شاي، وإذا مو أمريكية فباخذ عصير وسندويشة. اي ولا يهمكم، كرمال وزير. خلاص سندويش وعصير على حسابي. اوكي اوكي. هلا اذا بتحب انا بجي لعندك. لك لا تعذب حالك وتجي لهون، انت بعد شوي اعمل اتصال تاني وانا بعطيك النتيجه على التليفون. ولو يا ابو تامر انت بتعرف قيمتك عندي، بس اللي صاير انه في ماده فتحناها والماده الثانيه هي بين ايدي، بعد شوي بفتحها. طيب بس يعني خليني ببالك بتكون فضلت معلم. ولو فضلك سابق. دخلك بدي اسألك شو صار انا مشان نقلت على معهد اللغات؟ لا عم نسعى فيها، عم نسعى فيها وموعدين خير، يعني انت اطمن واتكل على الله. يلا شوفك بخير. وقت اقنعني انه في ناس بالحياه بيحبوا يمتلكوا كل شيء، بيفكروا انه بيقدروا يمتلكوا كل شيء. يمتلكونا نحن بجسمنا بروحنا. يعني انت قديش بدك تخلصي؟ بدي شي ساعة ثانية لسه رياضة، بعدين بدي روح على البيت غير ثيابي وجيب معي الغدا مشان نتغدى سوا. لا الغدا يعني خلص. اوكي مثل ما بدك، رح جيب لك معي المصاري. ابو حسام ترك الشيك. طيب ماشي، انا عم بستناك بس رح رتب شوي المكان لانه الدنيا قايمة قايمة. ماشي يلا باي باي. دكتور بس أنا بحياتي ما اشتغلت هيك شغلة. يعني ما اشتغلتي شي من قبل؟ لا. وما بتعرفي شي عن شغل الجريدة والصحافة؟ يعني بشكل عملي لا. وبلاها ستي، بلا الشغل بالجريدة لأنك ما اشتغلتي من قبل. شو
وانا شو عم بعمل؟ وين؟ عند مين؟ ها هي اجتكم حليفة دانا. لا لا يبدو لك انه هي حليفة دانا، بس الله اعلم شو في بالباطن. ايه شو في بالباطن استاذ امجد؟ هاي ليش ما عزمتوني وشو عم تعملوا؟ والله عم نشمشم اخبار. شو وين دانا؟ مو مبينه اليوم. اتركوا دانا بحالها. يلا شو الاخبار؟ شو الاخبار؟ الجامعه مقلوبه مشان موضوع الخطابات اللي عم بتصير بين الدكتور سليمان والاداره حول الرأفه بالطلاب الذين وقعوا في الشبهات ولم تثبت عليهم الادانه. كثير منيح. لازمني مايكروفون؟ حاضر معلم. لا لا فورا فورا دكتور، راح احكي معه فورا. على راسي. احترامي احترامي. الله يخلينا اياك. والله وقعت يا دكتور سليمان وما حدا سمع عليك. الو مرحبا دكتور سليمان، كيفك؟ اهلين دكتور سائد. بصراحة الطلاب اشتكوا للعميد، قال في تأخير بتصحيح الأوراق. اوف ليش بقى؟ نحن يعني ما صرنا زمان داخلين باختبار. لا دكتور، المادة صار لها عندك 20 يوم بالتمام، ومع هيك العميد عطاك مهلة لبعد بكرة، وإلا رح يضطر يرفع اسمك لرئاسة الجامعة. وطبعا هي بتنطوي تحت إطار الإخلال بالواجبات الجامعية، وهي ممكن يكون فيها مجلس تأديبي. ها طيب روق دكتور روق مشان ما يرتفع ضغطك. ما فهمت عليك شو قصدك. ولا شيء دكتور، والله انا بتهمني مصلحتك، انت غالي علي. ولا انا مضطر سكر التليفون، بلكي بلحق تصحيح الاوراق. سلام. تضرب ما اخلصك. شو دخلتوا على الموقع تبعنا؟ انا ايه بس بتعرف مو كتير، كان الامتحان اخذ لك الوقت. هلا ما عاد في حجة. شفتوا قصة الزريعات وعملوا منها قضية الشرق الأوسط، وفي ناس منهم بالعين الكلية كلها. أخي أكلها ومش لحال، حتى رئيس الجامعة لما تسكر التحقيق هو بحد ذاته ما تأكد من الرشوة أو من نوعها، وقال إنه الرشوة رشوة. والله العظيم غريبة، يعني هلا الزريعات رشوة ومزوطات الكلية اللي ما حدا بيعرف مين عم يتدفى فيهم حلال، ولا شو رأيك لارا؟ نحن طلاب لا طلعنا ولا نزلنا، بصراحة خايفة هذا الشيء يأثر علينا، يعني إذا دكتور بالجامعة ما نقدران يوقف بوشهم، بصراحة هاي المعركة خسرانة. لارا، طلاب هنن اللي لازم يدافعوا عنه ويقولوا شهادتهم فيه، يعني أنتو. وأنا بشوف إنه الموضوع ما ضروري تكتبوا شي مقال بشي جريدة أو بشي موقع إلكتروني وتحطوا اسمكم تحته، لا، شي تعليق إيجابي بحق هالزلمة، يعني الشيء اللي عم بينكتب عنه، بس. أقل شيء بنعمله. والله مزبوط. مرحبا حبيبي. اهلين. توقعتك تتاخري. انت حكيت لي من هون وما اجاني عود وطيران بالسياره، شو من امتى هالحرص الشديد تبعهم؟ مو القوانين كانت نايمه فقت فجاه. شفت؟ هذا بياكد حكي بابا انه ما حيتركوك بحالك. هلا لا تصيري مثل النسوان تبع قال بابا وقالت ماما. انت بتعرف انه انا اخر وحده بالعالم تحكي بهالطريقه. هلا فينا سكر على الموضوع. ما بقى حدا بالعالم يفتح لي قصة التغاضي وما بعرف شو. خلاص انكتب فيني الضبط وخلاص. بعدين انا حاسسكم عم بصيروا مع الناس ضدي وانت منهم. انا مو ناقصني لك يا اختي، والله العظيم مو ناقصني. سليمان. مرحبا. كيفك شلونك؟ اهلين. شو؟ ما توقعتك فيه؟ توقع حدا ثاني يعني؟ لا بس ما قلت لي انك جاي. لك اخي قلت خربانه خربانه. طلع يا ولد على المشتى واترك التصحيح وروق راسك. ايش في شيء؟ صار معك شيء؟ ما في شيء حبيبي. والله شو؟ لك يلا فوت والله فوت. شو قهوة؟ لك شو قهوة؟ جايب غدا معي، مالك شاي؟ تعال تعال يلا. اتغدى بس انا. لك تعال اخي بتنقرش معي يلا. لا
لو حكيت معي تليفون قلت لك لجيبها. ليش بقى؟ شو طالب؟ شو عامل؟ لا لا أكلت. شكلك ما في حدا. ألو. مرحبا حنان. لا لا طلعت من المعهد هلا طلعت. اسمعيني منيح. منقدم سوا السنة، أنا بتخرج وأنت بتترفع. كلهم من مواد يعني ركزلك على ستة ولا ما بتنجحي. يعني أنت بعد ما خلصت الشغل عنده ضليتك تشوفها لأم حسين؟ صباح اسمع. رجب لا تستفزني. شو أنت جنيت يا زلمة؟ لك هي مرة متجوزة، ولك متجوزة وعندها أولاد شباب. بعدين أنت نسيان مين جوزها؟ جوزها أكبر عدو وألد عدوي لي بهالبلد. لك شو خصني بجوزها يا زلمة أنا؟ القصة بلشت بيني وبينها فضول. فضول؟ ولك بهالبساطة فضول؟ لك وانت قاعد معها ما بتحس بالذنب تجاهي؟ يا رجل انت شلون منسجم مع حالك؟ ولك هي برا صعبة وجوزها واحد ساقط وحقير كمان. ليك سليمان خلينا حضاريين، لا تقول عنا ساقطة، ما أنا ساقطة، أما جوزها خد راحتك عنها. يعني انت شو بدك تفهمني؟ بدك تفهمني انه هاي المخلوقة هي الملاك المعذب يلي لقت عندك الحب والحنان والاخلاق يلي ما لقتهم عن جوزها؟ لك حاجتك يا رجل، عيب لك عيب رجب. انت رفيق، انا ما بضحك عليك. خلص يا رجل طلع من هالقصة، انت الوحيد بالعالم اللي مرته خانته او حبيبته خانته. خلصنا بقى، ليش عم تبرر لحالك انك تخلي المرة هاي تخون جوزها على ايدك؟ هذا عيب وما بصير. خلص روح لاقي لك وحده تجوزها، خليها تستر عليك بدل ما تضلك بضحك قدام الناس وقدام حالك. انا عندي مبررات اللي انت لا بتعرفها ولا بتحس فيها. ولك مبررات شو؟ ولك شو انت عم تضحك علي؟ ولك انت عم تضحك على حالك بس. فوتت لهون على المشتل ووسخته وخليته قذر وفاسد مثل بره. ألو مرحبا سليمان. أيوة هلا. أنا بعرف إنه طالع خلقك مني، بس أمه لوليد عنا، وليد طالب الماجستير اللي ناقشته. هاي جاي تتوسط. ليك قاعدة جوا. طيب شو أعمل؟ طيب شو ساوي؟ خلص مشيها هلا مشيها، وقت اللي بتطلع من عندك اعملي لي مسكول، ما في حل يعني. طيب ماشي. اهلا وسهلا خالي. يسلم عزبناك، بس ان شاء الله الدكتور فاضي. هلا حكيت معه بيعتذر منك، هو مشغول شوي ما رح يقدر يجي. كان اتصلت بس بالفتره الماضيه اتصلنا كثير على الجوال وعلى الارضي ما كان يرد علينا. بعتذر منك خالي، بس نحن ايام الامتحانات ما مرد على الارقام الغريبه لانه غالبا بتكون واسطات ومشاكل طلاب، والدكتور ضد عقله هيك امور. يعني ما رح نتفق؟ طيب شو رأيك؟ وحياتك يا بنتي، ذهب أصفر 24 وملصع ألماز. خالي، اللي دلوكي على هي الطريقة غلطوا بحقك كتير أو حابين يأذوكي، لأنه اللي عم تعمليه فيه مسؤولية قانونية عليك كتير كبيرة، ولو ما كنتي قد أمي كنت طلبتلك الشرطة فورا. بس هي هدية يا بنتي، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. بعتذر منك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل الهدية ما كان عم يغطي على سرقة، وإذا ما معك سيارة بطلب لك تاكسي. لا ابني عم يستناني تحت. أنا مقدرة عمرك وجيتك لعندي، بس اللي عم تعمليه فيه مخالفة شرعية وأخلاقية وقانونية،
وأنا عندي أولاد بخاف عليهم. نحن ما بناكل مال حرام. عن جد رجب، أنت صار لازم تعمل بقى رياضة. إيه والله معك حق، لأنه ناقصني نحف. لا، بس اللي بيلعب رياضة بتقوى مناعة جسمه، ما بيعود يتعب بسرعة أو يمرض. وأنا بصراحة بستحمل كل شيء إلا إني أشوفك تعبان أو مرضان. ولا أنت مفكر إنه صباح بس بتخاف على حالك، بتخاف تسمن وتصير بشعة؟ ولو إني أنا كنت هيك قبل، ها؟ بس ربنا هي اللي ساعدتني، خلتني أهتم بحالي. لأنه برأيي إنه ما لازم نخسر كل شيء بحياتنا، ورح نعيشها مرة واحدة. أنا بصراحة مستغرب جرأتك. ليش؟ ما قاعد ويا بنية بمكان عام؟ لو بس مقضيها تشاتات؟ بمكان عام؟ لا لا، بس يعني بالجامعة رفقاتنا. زين، ما فد يوم حبيت؟ أعجاب، بس ما تطور. أنت ما بادرت؟ مو ضروري، إذا الإنسان ما حس بشي دافع قوي إنه يبادر مشانه. إذا ما لقيت البنية اللي تحرك مشاعرك؟ بتحبي الضجة؟ لا، بس تعودت بسبب شغلي. شوقتيني اسمع صوتك. شو رأيك شي مرة اروح اشغلك واسمعك؟ ما تفيدك الراحة. ليش؟ معه حق دكتور سائد، أنا لازم فوت على الحياة العملية، ما أبقى هيك على الهامش وعم استنى الفرصة. إن الحراك أهم من العمل ذاته. دي بيفهم الزلمة. ولي رسمية، ولي تعالي فكي معي وجوه المخدات مشان نغسلهم مع الحرامات. يلا امتحانات وخلصت، ما عادش إيدك حجة. تعي جاي جاي. يعني شفتها للمديرة؟ أخي شفتها مبارح المساء، بتكون بنت خالتها لمرتين. أي يعني إنه شو قالت؟ هي ما عندها مانع، بس إنه تفتح شباك على مدرستها ما أنا رضيانة. إيه لكن شلون؟ إذا ناح المدرسة لزق ما في مشكلة. لك أخي مو هيك اتفقنا. أنا قلت لها ما بتكوني إلا رضيانة، يعني بدك نسبة بعطيكي، بدك تاخدي راتب كمان بعطيكي. يا أخي هي المرة نظامية مو تبع كشكشة، لو مرتك مستخدمة عندهم ما في مشكلة، بس مرتك من برات المدرسة وبدها تفتح بالمدرسة صعبة. هلأ أنت قريتي الإعلان اللي حاطينه برا، شرط إجازة أدب فرنسي و ACDL. مظبوط، هلق أنا قدمت مواد السنة الرابعة بالأدب الفرنسي وإن شاء الله بنجح، وبعرف كتير منيح الكمبيوتر، ومعي اللغة الإسبانية والألمانية، يعني بدي كم كورس وبتصير أموري ممتازة. هلأ ما بعرف إذا رح تزبط أمورك، بس الحقيقة أنا فعلا محتاجة وحدة تساعدني بالمكتب. الموظفة اللي عنا تجوزت وراحت هي وجوزها على فرنسا. بس بتعرفي شو؟ خلينا نعمل أسبوع تيست، وإذا اتفقنا اعتبري إنه هذا هو المطلوب. شكرا كتير إليك مدام. تمام، معناها بكرة الساعة 9 بتكوني هون بالمكتب ماشي؟ 9 إلا 5 بتلاقيني قدام المكتب. ميرسي بوكو. عم يقول ما بيمشي الحال غير هيك مع هي المديرة، والمشكلة ما في حدا نمون عليه غير هالزلمة. يعني هلا بدها تشتغل آذنة؟ والله فكرت إنه فكرة المديرة وأنت مو رضياني. لك شو فيها؟ لك هلا هي عمليا ما رح تشتغل فيه، بس بدها تبيع الأولاد. رسمية قصدها إنه بيضل اسمها آذنة،
سيدي قازني مهنة شريفة أحسن من هدول الجيراني اللي حاببتهم أمك. لا لا، أنت إذا بدك تحكي من هذا المنطق هن كمان اللي عم يعملوا اسمه شغل. أيوة، أنا هذا اللي كنت خايف منه. الله أعلم شو رح يصير لسه قدام. لك شي، هن عم يتاجروا بشي المجتمع بالعلن ما بيسمح فيه، بس بالوقت نفسه تعال شوفها من زاوية تانية. مين الشرة؟ المجتمع نفسه هو الشرة. بعدين بكل حكومات العالم بيعملوا تصاريح لممارسة هيك أعمال، وباعتبار كل جاراتنا عم يشتغلوا نفس الشغل فمعناتها هي الأعمال قانونية. هلا أنت بكل هلا بتهتم؟ لك يوم عنا يا شو في هالكلام؟ لك هدول يا أبني عم يبيعوا عالم بعدين هيك شوف هالحكي شوف. ألو؟ ألو أمون؟ كهلين شبي؟ شو بصوتي؟ تتذكري المنام اللي شفته وفسرت لي يا دلال؟ تبع البقرة؟ ايه لا تقلي لي صار. ايه ايه صار. مو معقولة انت. ايه وين؟ مكتب سفريات. ايه يعني بفترة تجريبية ان شاء الله بيمشي الحال. كي الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ليكي امول بحكيكي بعدين. ايه يلا باي 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 باي. معناها بتتضايقي بشغلك؟ أكيد. وليش ما فكرتي تشتغلي شيء تاني؟ فكرت بس ما أعرف بصراحة. جربت أكثر من شغلة ما فادت، لأن الأجور قليلة وأني متعودة أصرف هواي. طيب ليش ما بترجعي على العراق؟ مسكين